صديق الأربعين، لو انت بتصحى من النوم وتعمل الحركه دي عشان في نغز وشك في ثلاث صوابع دول وألم، فانت في الاغلب عندك حاجه اسمها متلازمه النفق الرزغي. تروح طبعا لدكتور، الدكتور بيحولك لفني، الفني ده بيقعد يعمل لك كيب ابره طويله كده موصله بجهاز يقعد يغرز فيك، يشوف الترددات رد الفعل، ويقول لك سعادتك عندك متلازمه النفق الرزغي ومحتاج ان انت تعمل عمليه. يفتحوا حته صغيره كده بتاع سنتي ولا حاجه، يقص الحزمه اللي هي ايه ضغط على الاعصاب. باختصار كده متلازمه النفق الرزغي دي بتيجي لتمن من كل 10 حالات 8 ستات. ليها كذا اسباب. السبب الاولاني صغر الحجم الجزء ده، تمام، العظمتين دول صغيرين هنا. تاني حاجه لو مثلا في اعمال مكتبيه ماسك الماوس او الكمبيوتر وشغال على طول بالطريقه دي، او بالناحيه الثانيه العكس للناس الرياضيين اللي بتتمرن بالمنظر ده. كويس. السكر، السكر سبب اساسي في تلف الاعصاب الحته دي. فدي السمنه الزياده بيضاوية يعني، برضو السمنه الزياده برضو بتاثر على القصه. المهم انت هتروح للدكتور يقول لك انا عايز اقص الدوز ده، قالت لك نعم، قالت لك انا عندي متلازمه النفق الرزغي بقالي 6 سنين. رحت لاربع دكاتره، 3 مصريين واحد عراقي، وكله اجمع ان انا لازم اقص القصه بالقصه. عملت شويه ابحاث مع نفسي كده، وتطلعت وقرات بعد المقالات عن الموضوع متلازمه النفق الرزغي دي، وخلصت في الاخر ان انا مش محتاج ان انا اعمل العمليه دي. انا بعمل شويه تمارين كل يوم الصبح اول ما اصحى، ولما بنام بالليل، وفي النص بقى وانا سايق العربيه واقف في اشاره مرور بعمل كالتالي. التمارين دي على قد ما بقدر بعملها دقيقه دقيقتين ثلاثه ايا كان، لحد ما احس ان الجزء ده بقى مرتاح وتعودت عليه. التمارين دي نفس القصه، شمال ويمين، تعملها دقيقه دقيقتين الصبح بالليل في نص اليوم، المهم انت بتواظب عليها يعني، خليك عندك الروتين ده. نفس القصه كده ونفس القصه كده، تعمل بالمنظر ده، تقعد تدوس على الاثنين دول. في كره مطاطيه ممكن تجيبها من اي محل ادوات رياضيه، تقعد تمسكها كده اللي هي ستريس بول، بتجيبها برضو بتشتغل على القصه دي. في الاخر لو ما عملتش عمليه ايه اللي هيحصل؟ يعني طبعا لو انت سكري لازم تحافظ على نسبه السكر في الدم عشان هتحس دايما بيها. لو انت مش محافظ على نسبه السكر في الدم هتحس بالالتهابات والتعب. الحاجه الثانيه، انت لو عملت العمليه هي مش مضمونه ان هي ما ترجعلكش تاني، خد بالك، عشان دي حاجه لو هي جيناتيك، لو انت مولود كده وعظمه صغيره هترجع لك تاني. المهم يعني اللي انا عايز اقوله في الاخر، لو ما عملتش العمليه مثلا وخدت بالك من نسبه السكر في الدم وعملت التمرين الرياضي دي كل يوم مش هتحس بالالم، خلاص؟ كبرها، شايف الفرق ده؟ ما بين الدي ودي. انا عندي دي اصغر من دي سنه. ليه؟ لان انا في الاول لما الدكاتره قعدوا اعمل كذا اعمل كذا عشان في الاخر اعمل العمليه، ما قالوليش على التمارين وما قالوليش على شويه حاجات معينه، لحد ما انا قريت واتعلمت بدات دي تقل. لما فهمت بعد كده عرفت ان دي اقصى حاجه هتوصل لها، ان الحجم ده هيبقى اصغر من الحجم ده بحاجه بسيطه، لا مش هتشوفها حتى لازم تدقق بسبب ضخ الدم. فانا اشتغلت على القصه دي وبدات ترجع يعني افضل من الاول ومحافظ عليك. تحياتي.